اخيرا طيبت في كوكوط ديالي حيت واحد البنت خلات لي واحد السؤال واش ما طيبتيش في كوكوط. البنات علاش ما بارطاجيتش معكم هاد الاكله هادي في الدجاجه؟ طيبتها في القناه ديالي ورا كنت قلت لكم شنو درت فيها وطيبتها حداكم اللايف. كنت درت في الحيمه بطاطا، كديري المليجات باش كتجي زوينه، وكديري مليحه والشاونيه والكمون وشويه الثومه ومطيشه كيبقى على حسب الاختيار، وكتطلع واعره. وراه البنات بزاف اللي جربوها وشكروني وقالوا لي جات لذيذه 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 بزاف. المهم دابا انا غنتغدى وغادي نبارطاجي معكم الروينه والحاله اللي عندي في الدار باش تعرفوني شنو عندي هذا النهار. هنا البنات غادي نجلسوا نتغداو دغيا دغيا. هنا بغيت نهضر لكم غير على هاد الفلفله هادي، صراحه سهله نشرح لكم. كتشدوا فلفله كتشويوها فوق العافيه ولا ديروها في الفران، ولكن انا كنفضلها مشويه. ابخي كتشدو مقله كديرو فيها شويه زيت البلديه، الملحه والكمون والثومه وقزبر ومعدنوس، كتشحروهم وابخي كتزيدو عليهم فلفله، كتجي لذيذه بزاف. عقلو مزيان على هادشي اللي قلت لكم، راه كتجي مزيان. وقطعوها طريفات طويلين باش كتجي رقيقه ما كتجيش غليظه، وكتشرب ديك الشراميله ديال قزبر معدنوس الثومه والملحه والزيت البلديه والكمون. دابا غنجلسو نتغداو وهانتوما معنا. البنات ما كنتش غادي نصور فيديو، ولكن قلت ضروري خصني نتشاور معاكم باش تفهموني اليوم علاش عندي الروينه في الدار. لهاد البيت هذا البنات هو اللي عندي زايد، كنت باغا نديرو نورمالمون بيت البابل، ولكن الصراحه ملي فكرت لقيت انه في الايام الاولى الباب غيبقى كيناس غير معايا، يعني ما كاينش لاش غادي ندير له بيتو. قلت غادي نفرشو عادي جدا، طبالي عادي نفرش عادي ونجيبو باش هكا ماما في الايام الاولى منينها تجي تقابلني. يعني ماما ما كتبغيش تنعس في الفوتوي، ما كتبغيش تنعس في الصالون، كتقول لك زعما غنكرفصو هذا، واخا كنقول لها ماما راه ما كي كتقول لك اصلا معذب. المهم عرفتي الله لقيتوني خويتو، اصلا باغا نبارطاجي معكم داكشي اللي شريت لبابا وهذا. المهم عرفتي راه عاد حليت داك الكراتن، كملت دوك الكادويات اللي جاوني للدار، عرفتي راه داكشي مازال مرون، يعني مازال خصني الخدمه بزاف. دابا عطوني الافكار، دابا حيت خصني نبدا نشوف واش نديرو بيت لبابي ولا نديرو بيت الكلاس. الدار ما كيرتاحوش في هذا الفوتوي، حتى جداتي وماما لا جاو يباتوا باش يقابلوني ضروري الايام الاولى. راكم كتعرفوا بالنسبه لواحد الحاجه الصراحه ما كنتش عارفه ان عنديها باش مزيان واحد يحل كادوياتو. المهم هاد الصينيه والبراد هادو لقيتهم جاوني في العرس، دابا عاد شتهم. كاينه هادي، هادي زوينه تحطي فيها حليوات شي طخت بهادي ديالها، وكاين هاد الكبسيل حتى هو الصراحه عجبني، مزيان الواحد يعرف شنو عنده، حيت اصلا كنت باغا نمشي عند مول ماعن باش نشوف شنو خصني. وهي هذيك حليت باش نعرف. خلاص هاد الصينيه هادي انا كنت في الاول باغا نديرها ديكوراتيف باش نحط فيها زعما لي بارفان وداكشي، ولكن الصراحه لقيت ان عندي هادوك ديال لي بارفان وهادي، دونك نستغلها هكا في الكوزينه. وصراحة الراس دايخ فريمون، تمارة صعيبة بزاف بزاف، ولكن كنتسنى الافكار ديالكم. بالنسبة لكم البنات بزاف اللي قلتوا لي عندك التلفازة طيح وهادي، راه غير جاب لكم الله. حتى انا باش قال لي صهيب راني حطيتها تما تخلعتو هادي، ولكن اون فوا شفت لا بوزيسيون مزيان زعما راها مقاده، راه ما عندها كي دير طيح، راه كاين هذاك لو سوبو ديالها من التحت شادها. صراحة البنات مازال تابعني ندفع طبالي ديال السهرة، صهيب قال لي هي ما تفكريش دابا الزربية امبوسيبل نديروها دابا، يعني فريمون فريمون تزيرنا لي شارج كثار. مازالين كنخلصوا طريطات ديال الصالون، دونك داكشي باش غادي نحبسو واحد شويه حتى نجمعو النفس. مازال تابعنا السبوع، مازال تابعنا بزاف 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 ديال الحوايج صراحه، الله يحسن العوان. وماشي سهل تبدا، وحنا بدينا شي شويه مجهدين هي حيت عندنا السبوع يعني هكا، ولكن للاسف ما غاديش نلحقو، امبوسيبل تلحق، صعيب صعيب بزاف بزاف بزاف. صافي البنات هادشي اللي كاين، دابا غادي نبدا نقاد، غادي نجي هنايا باش غادي نصور لكم فيديو اللي غادي تشوفوه من بعد. غادي نقاد لكم نجيب الحوايج وداكشي باش نبارطاجي معكم داك لي زاشا ديالي لبابي، وابخي غادي ندير لكم فيديو سبيسيال ديال ما فاليز ديال ماتيرنيتي ديالي وديال البابي، شنو غادي ندي معايا الطبيب وداكشي باش نيت الا نسيت شي حاجه نتوما تفكروني. يلا حبيباتي ها نتوما معايا وصافي. صباح الخير.
ما فهمتيش قلتهم صباح الخير. جيني راسي تبدلت بالمكياج، المهم مكياج لا دينا لا. بغيتي نوريكم واحد الميساج دابا دابا اي شحال وصرا ما شفتهم ولقيتهم مصيفطين لي ميساج. شوفوا منال جو تيم، سلام منال كي دايره صافا لاباس؟ وانا عارفه هادشي دايا وصارو صراحه والله الا عزازين عليا وكنبغيهم بزاف فريمون كيخليو عليا القنط. ما ديوش على هاد الكراتن راه غنرميو كاع داكشي غنديباغاسيو حيت عرفتي تقهرت بالكراتن بالكراتن. دابا البنات غادي نمشي نهز التحاليل للدار ديال جداتي نسيتهم تما، غادي نمشي نديهم للطبيبه تقراهم وغنمشي نقضي واحد الغرض اخر. المهم ها نتوما معايا دوزو معايا العشيه فين ما مشيت، ها نتوما غاديين معايا. البنات انا كنموت بالبرد، المهم غادي نمشي في يدي الله وصافي. المهم بعد لا كونسلطاسيون انا جيت للمدينه انا وصهيب، مشكله ما لبساش مزيان ما لبساش، ما فهمتش علاش كنبقاو نديوها في الزاز وتنساو البرد. احنا دابا تنجيبوها في راسنا. المهم غنجي باش ناخذ الفريز ناخذ البلوط، وثالث حاجه غنمشي لواحد مول المعن انا غادي نوريه لكم، غادي ناخذ شي حاجه تخصني. ها نتوما يلاه معايا يلاه زين. البنات الحمد لله كيتباع الشوا، من ديما كتشهيني هاد الريحه ولكن عمري ما زعمت ناكلها، من ديما كتشهيني وداك السوسيس احمر صايبيت. كليتي انت قلتي لي هنا واحد المره كليتو مشيت لمحمد الخامس حداه فهمتي، بقيت جالس واحد نص ساعه ولا ساعه ونص حسيت براسي مزيان عاد مشيت للدار. خوت لاخر مزيان. البنات حنا دابا غادي نمشيو عند مول البلوط، ها نتوما مول البلوط راه جا في ديك الطليعه يا ربي لقاه يا ربي. حرتي عنده بلوط حلو البنات، وحده واحد مول الفريز عنده فريز واعر. ها انت دخلتي كدير الحوت زويج ديما كنشمو. ها انتوما ها مول البلوط صهيب يلا تا هو جاب الفريز تا كونو راجعين. لا لا موش يا اما الواد يهرب. انا جات المحل صراحه هادشي زوين، بغيت نصور لكم من برا ولكن حتى دخلت عاد شفت. انا غنصور لكم داكشي اللي برا لي طابلو، حمقوني دوخوني هاد الموديل ديال لي طابلو في الصالون. شوفوا المرايات، انا هاد بحال هاد سيل المرايات اللي كنت كنقلب عليه، راه كاين تذهبي فيهم الالوان في الصالون كيجيو بلديين. شوفوا البنات راه فيهم البرونز فيهم الدوري فيهم البيض، فهمتي على حسب لاكولور لي طابلو بعدا كاين لي شوا. هانتوما البنات هنا لقيت هاد المرايات صراحة حرت المرايات، شنو لقيت هاد المرايات هادو اللي كيدارو في ليزونتخي. دوماج انا ما عنديش اونتري كبيره صراحه، ما تفكرني صغير هاد المصاحف بحال اللي عندي اصلا. كنت المصحف اللي شريته من هنايا انا مدا العقله مزيان اللي كان جاني في ضريب الصاق ديالي. هانتوما لي طابلو هادو بس بحال شتو عندي الصباح في الطبلة، غير هو في لارجونتي بحال هادا خوم، و حتى الثانية وحدا بانت لي بحال لي عندي. هنوريكم البنات هادي تقريبا، هي أنا عندي بلاك هي هاديك راه غي متكينها على الموس. انا ما عنديش الموس 16 فين مشى كيت غير هادي. ها لا لا هادي غير مكفي، حنا قالبينها وهادي مكفيه. المهم خدينا اوني دار ماشي كتحط بحال البلاطو كتحط هاك كيما قالبينها. هاد السوانيات هما اللي ولاو لامود اللي فيهم المرشات. انا هاكا كيعجبوني دوك الملونين يا سلام.
ما تجيني إيطالي لي طابلو انا الصراحه ما كنعرفش نختار بحال هاد لي طابلو على وقت اللي كيجيو كي حمر شي دابا مثلا هاد الطابلو هادي اللي عرف ليه بلاصه هادو بحال هاد الكروت الصراحه كيخصنا مازال نقراو في الدك شحال حاجه عندي وما كنعرفش نستغلها لي طابلو كي حمر كاين لي شو كنظن شي زوين كاين هاد لي طابلو هادو كيجيو ثلاثة مرايا بالمكان ديالهم دبعت واحد تبعت واحد في البغميز عجباتني ها هاي مازال حسب لي مبقاتش هاي شتاف هاكا عاوني كلش الدوا كاس كيشوف عجبتني بزاف هاي سجل مزيان بزاف بزاف انا بقات الناس بغيت تحسن بغيت نتنعت ليكم المحل فين جا الا كنتو انتريسي وعجبكم راه جا اون فاس من هادوك اللي كيبيعوا العطريه ديال مولاي الشريف ها هما راه معروفين حدا ديك الطبيبه شنو كيعيطوا ليها صهيب مدام الحجوي راه جا المهم انتما هي شوفوا هاد المحل ديال التوابل ديال مولاي الشريف وراه اون فاس مع هنيشان ولا جيتو عندو قولوا له راه من طرف ماني راه يتصاوب معكم الثمن صافي قولوا له من طرف ماني راه يدير معكم الثمن مزيان ان شاء الله مجلس هي كالسكاكين راه هي ديك المدينه اللي قلت لكم ليها غير باغ الحانوت على يديكم اليمنيه ملي كتكونوا غاديين ديال الفريز ديال العريس ديال العريس ديال العريس وان شاء الله الله يبارك السلام عليكم انا رجعت وادي لي واحد الكيلو ديال البلوط والله انا راه ديما تنجي نشري من عندك احل عينك فوالا البنات عرفتي داكشي انا عارفاكم عزيز عليكم بالديكورات وداكشي داكشي باش ديتكم معايا باش تشوفوا باش تختاروا معايا صراحه مازال غنتشاور مع دماغي باش نشوف ديك المرايا ولي طابلو باش نشوف شنو اللي خصني وشنو اللي ندي المره الجايه غندي معايا ماما باش تختار معايا اكثر حيت عجبتني فريمون هذيك المرايا وصافي دابا ديتي واحد اللعيبات كيحطوا فيهم الشميعات عجبوني بزاف ونيت
في الدوغي على حسب الصالون. انا كيعجبني هاك يكون الظلام في الدار ونشعل غير لي فيوز والشميعات وهذيك ما عادش كتعطيني واحد الراحه نفسيه وشي فيلم والتلفزيون. المهم هادشي صراحه فين كنلقى راحتي. دابا ماما غادي تجي تشرب معنا قهوه نيت باش تكمل معايا داكشي حيت ما نقدرش نكمل الهزان وداكشي بوحديتي. مسكينه تجي تعاوني لهلا يخطيها عليا. دابا صهيب مشى يشري باش نشربوا قهوه ويجيب لقامه نعناع باش نصاوبوا اتاي وداكشي حيت ماما كيما قلت لكم هاتي تشرب معايا القهوه. صافي هادشي اللي كاين البنات. انا كنتعشوا معايا اليوم ديالي الصراحه والله العلي العظيم الا كان بغي نبارطاجي معكم كلشي ومازال حيره ما بين واش ندير هذا. علاش انا الصراحه باغا ندير لو بيت الناس بغيت لو بيتو حيت اي وليد كيخصو انا سباس ديالو لي كولور وما تيعجبهم داكشي ديال اللوينات وفين يلعب وهادي. عاوتاني فكرت كيف ما قلت لكم ماما خصها تجي وهو خصو يبات معايا ضروري في الايام الاولى. دونك مؤقتا غادي نفرش هذاك البيت حتى من بعد ما عرفتش ضغط 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 عطوني شي فكره. البنات مشيت نصور لكم فيديو لقيت صهيب وماما دارو الكوتي وخلاو لي حقي. المهم انا غندير الكوتي وغادي نسد البلوك هنايا. تهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف. ولا ماشينا لا في خدامه ماما براسها جات قالت لي ديري هذاك بيت الكلاص وهذا. المهم حتى من بعد نشرح لكم شنو ندير بالضبط. صافي البنات كملت الكوتي ديالي وجالسه حدا الفرن وكنسخن وكنجمع للبيبي انا وماما الحويجات اللي غنديو معانا دو ساك ساك ديال ماتيرنيتي. التليفون كيسوني. الو صهيب وي الله يقبل. لا انا غير كنصور فيديو. يلا باي باي. المهم البنات انا صافي بعدا كنحسبكم عائلتي ما ديوش عليا راه كندير اي حاجه سبونطاني. صافي انا كنجمع كما قلت لكم لا فاليز ديالي انا وديال البيبي. دعيو معايا يا ربي ان شاء الله نتفك على خير وبخير. والله العظيم داخلني واحد الخلعه ما تقدروش تصوروا مخلوعه بزاف. راه واخا كنبان لكم فرحانه وناشطه غادي نهز ولدي ولكن كوميم واحد الخلعه ما تصوروهاش صراحه. ما عمرني هكا ما دخلت لشي شي بلاصه ديال العمليات اللي ذلك. بغيت نقول لكم كنت سامح معكم لشي نهار قلقتكم ولا قلت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك. فكم ما كتشوفي فيا هكا وراه كتسامح معاك وشي ما كتعرفيش. كيقولك مين كتدخلي تولدي رجل في الدنيا ورجل في الاخره. والحمد لله انا والله الا منين كنقول لكم عزازين عليا عزازين عليا من قلب قلبي. وفريمون ان شاء الله لا طول ربي العمر وهادي ان شاء الله يا ربي غادي نبقى نبارطاجي معكم كلشي حتى لي بون بلون حيت بزاف ديال البنات بقى فيهم الحال قالوا لي لا مانا حنا كنستافدوا منك بزاف منين كنجيو للكناس شحال من بلاصه وريتيها لنا ومشينا. وغير باش نقول لكم البنات واحد الحاجه ديروها في بالكم راه ماشي ضروري باش كنمشي شي بلاصه راه كندير اشهار. قسما بالله راه باش كنمشي لبلاك ايريس راني كنخلص فلوسي. نتوما واش لاضه وهادي وهادي الواحد غير ياخذ اون كونسيديراسيون وحده حامل. راه والله العظيم الا فريمون راه مهما كنا مضادين لهذوك الانتقادات راه مهما راه يوتيوب راه ماشي ساهله كتقول الفلوس وهادي وراه ماشي بداك الهو داك داكشي اللي كتسمعوه بديتو كتاخذو. راه دابا تجربوا راه كاينين يوتيوبرزات هضروا على هادشي اللي فريمون كيتعذبوا كما قالت البنت الناس عام عامين وهما خدامين. الله يسهل على اي واحد والله يرزق اي واحد. شتيهي نكون انا ولا انت قلبنا زوين والله ربي حتى كيعطينا كيعطينا على قد النيه ديالنا. راه كل ما قلبك زوين ومبقيتيش حاضي راه ماشي بالضروره انا صافي اعطاني ربي في واحد المجال غيعطيك ربي في حالي. تقدر تعطالك في ما احسن وما احسن وداك الشيء مهر ما كتعرفش داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. رجح الواحد تبارك الله قرا وتعب وهادي ومسكين ما سهلش عليه الله في خدمه ولكن ربي سهل عليه في مشروع وتقاتل ولكن ربي كما قلت لكم سهل عليه في مشروع وفتح عليه ببال الخير. وراه ماشي كما قلت لكم ضروري اي حاجه كنمشي وكنديروا لها الاشهار والله الا كنخلصوا فلوسنا. راه اكثريه راه فريمون كنتقاسم معكم دي بون بلون وراه ما كنوريكم شي حاجه اللي ما غتعجبكمش وما غادي تضركم ولا ما غادي تاديكم. علاش؟ حيت فريمون يوتيوبرز ناجحه او انفلونسوز ناجحه هي وحده اللي كتشوف الونغ تيرم. انا غنوري للناس اللي كيتابعوني شي حاجه اللي ما هضرهمش. علاش؟ غنوريكم المره الاولى غنوريكم مره ثانيه مره ثالثه ما تبقوش تثقوا فيا ما تبقوش تفرجوا فيا ما بقاش عزيزه عليكم. علاش؟ حيت خذلت الثقه ديالكم. دونك الثقه هي اهم شيء.
وربي شاهد وراني كيما قلت لكم راني غدا نولد. راه نهار كيكون شي اشهار ولا شي حاجه راني كنقولها هاد البلاصه غندير ليها اشهار وهادي وهادي، دونك ما كاينش لاش تبقى وتقولوا شي هضره ماشي هذيك. والواحد يراعي المشاعر ديال الناس الاخرين، يراعي فريمون. باش كنقول يراعي راه حنا ماشي قلبنا حجر، راه حتى حنا كنحسوا، حتى حنا بني ادم. المهم ما نطولش عليكم البنات، تهلاو في راسكم والله يرزق اي وحده كتسنى. انا هاد الدعوه بالضبط ما غاديش ننساها منين غنكون كنولد، وان شاء الله غادي نصور لكم فيديو في وسط البلوك وغادي نقول اي وحده كتسين دولي الصالحه يا ربي يرزقها، حيت فريمون دوك لي كومونتير اكثريه ديال لي كومونتير تيبكيوني. عرفتي باش كنلقى شي وحده كتقول لك يا ربي انا باغا هاد العذاب، باغا هاد الالم، يا ربي غير رزقني. والله العظيم الا سنبدا نبكي بالليل وحق الله الا انا حاسة بكم والله يرزقكم يا ربي يا ربي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، راه شحال من واحد ينصبروا حتى ربي يرزقهم ثلاثه في دقه واحده ان شاء الله يا ربي. وتهلاو في راسكم.